السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. أقرت مصادر حكومية في محافظة ديالى أن رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني مكبل بضغوط الكتل السياسية المتنفذة والميليشيات، ولا يمكنه القيام بأي إصلاحات أمنية وإدارية في المحافظة. طبعا على خطى سابقيه في التهرب من مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحشد، أمهل السوداني قادة الأجهزة الأمنية أسبوعين لفرض القانون في محافظة ديالى، ووجه السوداني خلال اجتماعه بالقادة الأمنيين بإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى المحافظة، داعيا الأجهزة الأمنية إلى تقديم إجابات واضحة بشأن هوية مرتكبي الجرائم، متجاهلا شهادات ذوي الضحايا التي توثق مجازر الميليشيات. طبعا حاول السوداني وأجهزته الأمنية ذر الرمادي في العيون من خلال اعتقال شخصيات متورطة بعمليات تصفية على خلفيات طائفية وتورطها بصراعات ميليشياوية، كما حصل مع ضابط مخابرات اللواء 24 في ميليشيا الحشد صباح الزيني، وهو شقيق النائب صلاح الزيني الذي صور مع أسلحته والأدلة الجرمية، وحينها ظن الكثير أن الحكومة جادة في ملاحقة المتورطين بعمليات التصفية الطائفية. هذه الصورة مشاهدينا الكرام التي تم التقاطها تبين إلقاء القبض على الميليشياوي صباح الزيني شقيق النائب صلاح الزيني تابعين لميليشيا الحشد، هذه الأسلحة، أحد المتورطين بارتكاب انتهاكات في محافظة ديالى. من المفترض أن نشاهد هذا الشخص في المحكمة أمام وسائل الإعلام، يتم التحقيق معه، يتم عرض الانتهاكات والجرائم، وطالما هو ممسوك أيضا بالإثباتات طبعا التي تؤكد تورطه وضلوعه في الانتهاكات وحصوله على أسلحة كما يظهر أمام حضراتكم. طيب، بعد هذا الموقف كما قلنا ظن الكثيرون أن محمد السوداني جاد فيما يفعل، لكن دعونا نأتيكم بالحقيقة مشاهدينا الكرام، حقيقة العراق. سرعان ما خرجت الميليشيات والمقربون من المعتقل، وتحديدا شقيقه النائب صلاح الزيني الذي أمهل القوات الحكومية ساعات قليلة، بالتحديد 3 ساعات للإفراج عن شقيقه، ولوح بقطع الطرق واستخدام القوة في حال لم تستجب الحكومة في تهديد صريح لحكومة السوداني. لنشاهد. شو تسمع؟ احنا راح نسحب النايب ونعطي ساعة ساعتين ثلاثة، تجمعنا بالحي العسكري في المضيق مال الصباح ناس، وإنه غير إجراوية، نقطع طرق نروح للمحافظة، بعد منا هي للساعة بثلاثة، ساعة بثلاثة شباب، ساعة بثلاثة تجمعنا بالمضيف اللي بحي العسكري، واضح؟ الكل تتفرج. بعد أن هدد هذا النائب التابع لإحدى الميليشيات في العراق، استجابت حكومة السوداني وانصاعت لهذه التهديدات، وأطلقت سراح صباح الزيني في مشهد جديد من مشاهد إفلات الجنات من العقاب وسطوة الميليشيات وتغولها وخوف الحكومة من مواجهتها، بالرغم من كل الأدلة الدامغة على تورط هذه الشخصيات في سفك دماء العراقيين. بعد أن خرج وأطلق سراحه، وجه رسالة صباح الزيني عقب إطلاق سراحه في مقطع تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي. لنشاهد. أهلي وأحبتي في محافظة ديالى وفي كل مكان، أراد الفاسدون يثنون إرادتي وما زادوني إلا إصرارا وثبات إن شاء الله. أطلب منكم أيها الأحبة وأترجاكم بعدم إطلاق العيارات النارية، لكوننا في عزاء واحتراما لدماء شهدائنا. الساعة 6 سننطلق من بغداد إلى ديالى الحبيبة، فانتظرونا هناك إن شاء الله ونلتقي بإذن الله تعالى.
نتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. محمد يقول: هو بلاوي العراق، كل جدتي من وراء جماعة بدر، لأنه من كانت حرب العراقية إيران كانت بدر بقيادة هادي العامري تقاتل مع إيران ضد العراق. خليل يقول: أفلام أبو حسن، يقصد هادي العامري، ما تنتهي من فيلم على فيلم ومسرحيات وبطلها أبو حسن، وهل معقول الحكومة ما تدري كل شيء تعرف؟ بس هذا هو نظام العصابات، رجل مسيطر، ولا واحد بمقدورة يحاسب أبو حسن علي على اللي عمله أو على عمايله. طيب، سرمد يقول: مثله العشرات قابل وحدة، وثانيا ميليشيات بدر مسنودة. ورسول يقول: ما حد دمر العراق غير عملاء إيران الأحزاب، يعني واحد كان يحارب العراق يعذب الأسرى، هسه يحكم بدر دمرت ديالة، هججوا العالم، حسبي الله ونعم الوكيل. ويانا السيد أبو عمر من الناصرية. وياك أبو عمر تشريني من الناصرية. حياك الله يا أبو عمر. شلونك؟ شلون صحتك؟ أهلا وسهلا، تفضل. طبعا هاي ما شغلة ديالة، هاي مال يقتلون بالعالم، هاي مشكلة. هاي طبعا هاي ميليشيات إيران، عمي ميليشيات إيران هاي جاي تاخذ صارها، تاخذ صارها من كنا نحاربهم، حرب العراقية الإيرانية. فهذا قيس الخزعلي والعامري والفياض وهذا المالكي، هذا عمي ذولا شتر جمعهم، ذولا كفيلك الله، ذولا متعمدين يكتبون بالعالم، هججوهم، سووا بهم هاي المجازر. خلي يسمعوني ذولا الذيولة، خلي يسمعوني عدل، يلا ولا سووا بدياله، يعني كلها هلام بدياله. سيد أبو عمر، يعني شفت اللقطات اللي تم عرضها، شخص ممسوك وبحوزته أسلحة وتم إلقاء القبض عليه لأنه ارتكب انتهاكات في محافظة ديالى ويسبب الذعر للأهالي، وإرهابي مثل بقية الإرهابيين، يتم إطلاق سراحه بعد تهديدات من شقيقه النائب، ممثل الشعب، المفروض اللي يحتكم للقانون، ده يلم الناس ويلم الجماعة ويهدد بقطع الطرق ويهدد بحرق المحافظة. وين القانون؟ شو ذولا يتكلمون؟ احنا رجال الدولة ورجال القانون، وهم اللغة اللي يعرفوها هي لغة السلاح. أين القانون عند هؤلاء؟ بالنسبة القانون مسير، لأن القانون من جانبهم هم، يعني القانون هذا تابع لإيران، تابع للميليشيات. يعني أنا ما شايف شيء، لأن دولة صارت سكرج، ماكو دولة، لأن هذا دولة ميليشيات حبيبي، ماكو دولة عمي. كل دولة ماكو جل ولا يكتور كيفهم ويطلعون كيفهم ويجي يهدد كيفهم. بس أنا عتبي على عشائر بني تميم، عشيرة عريقة، وأنا مو كل بس العشائر، يعني كل العشائر أخوتنا وعراقيين من دمنا ولحمنا. بس خلي يسمعوني والله، دولة يصيروا مثلنا من الناصرية، دولة على ما تقومون عليهم بسلاحكم ماكو فايدة، يومية يسوكم مجزرة، والله صدقوني، والله العظيم صدقوني، يوميا مجلس السون بيكم، المحاكم كلها لهم عمي، المحاكم كلها تابعة لهم، المحاكم مسيسة، يا زيدان يا المالكي، هسه هم أقول لك أزيدك بيت من الشعر، هاي الموازنة، هاي الإيران، اسمع يا شعب العراقي، هاي الموازنة ترى الإيران، يرباشكم، لأن إيران لها حصة، زين حصة الأسد، زين ذولا ذيولة، ذولا جاي كل إيران، إيران شو بهم جاي يقتلون؟ إيران يقول لك خروا. شكرا سيد أبو عمر. نعم، وصلت الفكرة. أن أشكر حضرتك للمشاركة، كنت معنا من الناصرية. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع، وننتقل إلى موضوع حقيقة يشغل الشارع العراقي بشكل كبير، مثله مثل كثير من القضايا، لكن قضية الاقتصاد وفرق السعر بين العملة المحلية وبين الدولار الأمريكي داخل البنوك الرسمية وعند الصيرفات في الأسواق، هو فرق كبير حقيقة ويؤثر على حياة الناس. طبعا هذا الفارق بين السعر الرسمي للدولار والسعر المتداول في السوق السوداء يتسبب بمزيد من الأزمات الاقتصادية للعراق بعد استغلال هذا الفارق من قبل متنفذين وميليشيات، فضلا عن المضاربين بالعملة الصعبة. استغل المضاربون حزمة المعالجات التي أقرتها الحكومة، والتي كان من بينها توفير الدولار للمسافرين لأغراض العلاج أو الدراسة والسياحة كذلك،
بقيمة $7,000 أمريكي للمسافر الواحد و$3,000 للمعتمر. طبعا هذه الخدمة تأتي مقابل تقديم المسافر تذكرة سفر فاعلة وجواز سفر نافذ. هذا الموضوع يؤهل المسافر الحصول على المبلغ من داخل المطارات التي افتتح البنك المركزي العراقي فيها منافذ لبيع الدولار بالسعر الرسمي. تورطت في عمليات غسيل الأموال شركات استيراد وأخرى للصرافة ومكاتب تحويل مالي، وكذلك رجال أعمال يرتبطون بالميليشيات من خلال إرسال عشرات الشباب إلى الدول التي تتيح للعراقيين الدخول بتأشيرة سهلة للاستفادة من المبلغ الذي يتلقونه داخل المطار. وتسببت هذه الحالة بفوضى أدت إلى اصطفاف مئات الأشخاص أمام فروع مصرف الرافدين بهدف الحصول على الدولار بسعره الرسمي بعد إيداعه لاستلامه من داخل المطار، في مشهد جديد من مشاهد الفوضى في العراق. دعونا نشاهد كيف بدأ الحال أمام فرع المحيط التابع لمصرف الرافدين في منطقة الكاظمية ببغداد. هذا مصرف الرافدين الكاظمية حبيبي، وين حكومة الشعب السوداني، حكومة الخدمة، تسهيل الإجراءات، رقم 275 واحد مداخل. شوف دولة رئيس الوزراء عزيزي، كل القنوات، هذا إيداع مال صك السفر عزيزي. هذا مصرف الرافدين فرع المحيط، حكومة الخدمة، دولة رئيس الوزراء، تسهيل الإجراءات في دول عينك، 275 اسم، فتحوا 10 فروع ببغداد، 10 فروع فتحوا بس بالرصاف ونشرب الكاف. هاي الإعلام العراقي. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. طبعا تكافح العملة العراقية منذ شهور مقابل الدولار، منذ أن فرض مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي قيودا جديدة على كيفية تداول البنك المركزي العراقي للدولارات التي يجنيها من مبيعات النفط لمنع تهريبها إلى إيران. ويبدو أن الحال في منفذ بيع الدولار واستلامه من داخل مطار بغداد بعد إيداعه لا يقل فوضوية عن الذي شاهدناه قبل قليل في منافذ الإيداع خارج المطار، حيث أظهرت لقطات من داخل المطار طوابير طويلة للمسافرين بسبب شح الدولار وتأخر الكثير منهم عن رحلاتهم، ليصدر فيما بعد أو يصدر مصرف الرافدين فيما بعد توجيهات جديدة قلل بموجبها المبلغ المخصص لكل مسافر من $7,000 إلى $2,000 لتغطية الطلب المتزايد وتفادي تكرار ما حصل اليوم من أزمة في توفير العملة الصعبة للمسافرين. لنشاهد. خزي وعار وعيب وفشله، الوادم شافتنا وانفضحنا. انه بطلت بالمطار السالفه، المطار شبي اليوم؟ مطار بغداد الدولي فتحوا منفذ لبيع الدولار. اليوم الدولار ماكو بالمطار، واللي يريد يطير يسافر لازم ينتظر للطيار يقول له والله انتظرنا، راح من والدي خلي اخذ الحصه مالته مال الدولار من المصرف، لان المصرف اليوم ما مجهزين الجماعه بالدولار، فظل الناس نايمه بالمطار. وهذا الفيديو جاي تشوفونه هسه، هذا قمه الخزي وقمه العار من يكون بالمطار دولي مثل مطار بغداد. هاي الصوره، خليكم ويا الفيديو. الرافدين حاليا يقولون بعد ماكو فلوس. اسمع دولة رئيس الوزراء استاذ، بعد سنة تسهيل الاجراءات ان شاء الله. مأجورين. فلوس ماكو يا رب، يقول لك فلوس ماكو. والله. بالعصر يلا تجي الفلوس. نتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. رافد يقول: نافذة بيع الدولار إلى المسافرين في المطار هي وسيلة جديدة لتهريب الدولار وغسيل الأموال، وإذا لم يتم إيقاف هذه الجريمة فأكيد العراق مقبل على عقوبات اقتصادية من البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية. حسين يقول: والله جريمة هيك يصير بالعراق، يعني الضيف يجي من خارج العراق العظيم
ويشوف الشعب يتدافع على تصريف 70 ورقة؟ طارق يقول هاي قرارات وإصلاحات السوداني الفاشلة. الدولار عند شركات السفر والسياحة تشتري من داخل المطار بسعر 130 ويتم بيعه في السوق 155. وعلاء يقول صار أكثر من 20 سنة تحكمون العراق، ما بيكم رجل واحد عنده غيرة وأخلاق وحرص على إدارة الدولة؟ إنجازكم فقط فرهود وحواسم وانحطاط أخلاقي وذلال وإذلال للشعب. معنا السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر حياك الله. حياك الله أستاذ محمد وحيا الله قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ محمد. بالنسبة لموضوعك الأول اللي هو الأحزاب السلطة من 2003 لحد الآن، إحنا نعرف العراقيين أنه كان السبب خراب الدمار البلد هم من أحزاب السلطة، وكان أول حزب الدعوة ومنظمة بدر. اللي هذول اللي استغلوا الوضع أنه ما كان عندنا دولة ولا حكومة، قتلوا طيارينا، قتلوا الأساتذة، قتلوا الأطباء، قتلوا العلماء، كل هاي الامور اللي ما زالت لحد الان يقتلون حتى ناشطين من ثورة تشرين اللي قتلتهم هي هاي الاحزاب وقياداتهم. من ضباطهم جميل الشمري وابو فدك وكل هاي الاسماء المسميات اللي رباهم هادي العامري ومن احزاب السلطة من حزب الدعوة، كلهم هذول اللي اختالت شبابنا واختالت ابناء وطننا العراقي من محافظاته من جنوبه حتى بالرمادي، حتى من الشباب اللي اخذتهم من موصل واللي اخذتهم من رمادي، كل هاي السجناء اللي موجودين عندنا بالسجن كلهم هذول من ابناء شعبنا اللي هم سببهم اللي اخذت هاي احزاب السلطه وجماعه هادي العامري. هذول الناس انه جوي حقد على الشعب العراقي وعلى المؤامره اللي مساعده امريكان مساعده ايران اللي يدمرون لحد الان الشعب العراقي واللي يدعون بها بانه الطرف الثالث، والطرف الثالث ما هو موجود ونعرف ونكتشف امام العراقيين انه هاي الاحزاب السلطه اللي قاعده تقتل من في دياله او في الانبار او في الموصل، كلهم هذول يعودون الى احزاب السلطه. طيب ابو عمر وصلت الفكره بهاي النقطه، لكن اريد اسالك على قضيه الموضوع الثاني، الدولار وازمه التصريف اللي موجوده بالعراق وهاي الازمه اللي تصير بالمطار وبمنافذ بيع العملة وبالبنك المركزي وغيرها. يعني أزمة الفرق التصريف هي مو بس تأثر على الاقتصاد العراقي ومو بس سببت شحة بالعملة الصعبة في الأسواق، هي أصلا وصلت الموضوع إلى ارتفاع تكاليف تذاكر الطيران وتأخر أو معاناة كثير من المسافرين بسبب تأخر الوصول إلى رحلاتهم بسبب الازدحامات اللي موجودة داخل المطار، قلة العملة الصعبة الموجودة، وجود عصابات منظمة تابعة لأحزاب أو أفراد بغض النظر منظمين حتى يسيطرون على الدولار الموجود ويستحوذون على أكبر قدر ممكن من العملة. هذا الموضوع شلون تشوفه يا أبو عمر؟ وين الخطوات الإصلاحية بقضية معالجة الأزمة الاقتصادية ومعالجة سعر صرف الدينار؟ هل اللي شفته اليوم واللي دي يشوفه العراقي هي حلول صحيحة من أجل احتواء أزمة الدولار؟ أستاذ محمد، إحنا نعرف كل المصارف اللي موجودة ببغداد ومحافظات اللي هي مسيطرة من أحزاب السلطة، حزب الله وحزب الدعوة وكل الأحزاب اللي مسيطرة على هاي المصارف على الوضع العراقي اللي قاعد يصير عندنا. هاي مو حلول، هاي أول شيء مع احتراماتي لشعبنا واللي كل قاعد يسافرون، هاي تعتبر إهانة، لأن يعني بنشوف الأعداد اللي قاعد يوصلون المصارف من الصبح ويعني من صباح كل يوم، يعني بنشوفهم واقفين سرة وكيف بإهانة المواطن العراقي بالدرجة الأولى. يعني ناس انه جايين عايفين بيوتهم عايفين عملهم بانه جاي يحصل على كم ورقة بانه اقل من السعر اللي بياخذه من السوق. هاي المفروض هاي مو شان اصلاحات ولا انه فشي انه راح يقدمه للمواطن فاضل، لا لا بالعكس، انه هم الحكومة نفس الموافقة مستفادين من هذا الجواز ومستفادين من اللي قاعد يدعمون المواطن 500 دولار أو أي رقم اللي قاعد يطونه، لكن أنه الجواز اللي قاعد يأخذونه من عنده وين بيصير وين بيروح المن بعد فترة يرجع، شنو اللي بيستفادون من هذا جواز السفر اللي قاعد يروح؟ هاي أمور راح وراها راح يصير، يعني حسب ما نسمع بأنه الجواز راح يعني يأخذون الجواز وراح يعني يستوردون بضاعة وراح يستوردون بأي طريقة خاصة بيلزم هذا الشخص. يا أبو عمر أنا أشكرك، نعم شكرا جزيلا. يعني أنت تريد توصل فكرة أنه ممكن يتم استغلال
الجوازات، جوازات سفر المواطنين لأغراض أخرى، وجهة نظر من السيد أبو عمر، لكن هي الفكرة العامة هو الأزمة التي سببها فرق سعر الصرف ما بين ما أعلن البنك المركزي عن 1300 مقابل الدولار الواحد، 1300 دينار عراقي، في مقابل أنه في الأسواق المحلية يتجاوز 155 ألف لكل 100 دولار. وهنا المشكلة حقيقة، هذه الفروقات تؤدي إلى ما نراه اليوم، عملية التحويل إلى خارج العراق ومن ثم إعادتها إلى داخل العراق وإعادة الأموال في سبيل الحصول على فرق بالتصريف، وهذه الأزمة التي تؤدي إلى إخراج الدولار خارج العراق، وطبعا تبييض أموال وغسيل أموال وغيرها من هذه الأمور، وبالإضافة إلى ذلك تسبب أزمة حقيقة للمواطنين، في مقدمتها هي ارتفاع أسعار تذاكر السفر للمسافرين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يعيشون في بلد يشوبه الفساد وتسيطر عليه المافيات. دعونا ننتقل مشاهدينا إلى موضوع آخر ضمن المواضيع التي نطرحها في هذه الحلقة. حرصت حكومات الاحتلال المتعاقبة على إيهام العراقيين بشعارات إعادة الإعمار للمحافظات المنكوبة، وبالرغم من مرور 9 سنوات على استعادة هذه المدن من قبضة تنظيم داعش، إلا أنها لم ترى أي حملة للإعمار حتى هذه اللحظة كما هو حاصل في قضاء بيج المنكوب. دعونا نشاهد كيف بدت الصورة من هذا القضاء الذي يعاني سكانه حتى هذه اللحظة بسبب تبعات العمليات العسكرية وما خلفته من دمار فضلا عن الإهمال. لنشاهد. احنا بمدينة بيجي حكومتنا وحكومة محافظة صلاح الدين تشتغل كل شيء بالعكس، تشتغل ضد المواطن، وكأنما منصبين لإذلال هذه المدينة وهذه المحافظة بشكل عام. هاي أمام أنظار رئيس الوزراء، أتمنى يوصل هذا الفيديو لرئيس الوزراء وشوف حلفائك، هاي المدن اللي يحكموها حلفائك يا سيد رئيس الوزراء. نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. تحاول الحكومة ذر الرماد في العيون عبر إقامة مشاريع شكلية تشوبها شبهات الفساد في قضاء بيجي نكمل، كما هو حاصل في مشروع مجاري الصرف الصحي الذي كان محل انتقاد كبير من سكان القضاء بسبب الأخطاء التي رافقت عمليات التأسيس، كما يبين المقطع الآتي من قضاء بيجي. لنشاهد. نتكلم عن مشروع مجاري بيجي الموقر اللي صار له اليوم 10 سنوات. هاي مجاري تصريف مياه الأمطار، تمام؟ هاي ارتفاعها عن الشارع ما بين 15 إلى 20 سنتيم، وراح يجي فوقها تبليط. لو فرضنا 13 سنتيم فهو راح يصير أنصة من المجرى، اللي هو القياس يعني الستاندر هو 13 سنتيم. طيب لو دفننا هذا الشارع حتى يجي التبليط أعلى من المنهولة، راح يصير الدفن مع التبليط بحدود 40 سنتيم. زين عمي ليش؟ حلال حرام؟ هذا 40 سنتيم، هاي بيوت الناس كلها راح تتدمر، بيوت الناس هاي شنو؟ حرام بفلوس حرام مسويها لو شنو؟ اريد واحد ينطيني حل مقنع، اصحاب الاختصاص او شوف منو موجود يقنعني بهذا الشيء. ليش؟ شنو السبب؟ هسه هاي اللي بيته ويا الشارع ويصعد الشارع فوق بيته فد 30 سنتيم 35 او 40 سنتيم، شو راح يسوي من يصير بيته انصب من الشارع؟ ما ادري. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع. طبعا تتفاقم احوال سكان قضاء بيجي مع كل هطول امطار بسبب سوء شبكات الصرف الصحي في شوارع المدينه التي لم تعبد حتى هذه اللحظة والتي تتحول لبرك من الطين. طبعا هناك صور أخرى من معاناة السكان بعد الأمطار الأخيرة سنشاهدها مع حضراتكم الآن. أبو خالد شو عنده؟ الحال سوق بيجي جملة، يا مسؤولين، يا شحت
دعونا نتابع تعليقات سريعا مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو الحسن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم وعلى كل واحد يريد الخراب لنا. طه يقول: مع الأسف والله، وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يؤخر الإعمار لمدينة بيجي. همام يقول: بيجي شوارع حامات مشي خراب، حسبنا الله ونعم الوكيل. وسوزان تقول: والله العظيم جريمة، اليوم افتريت بالدربات بالطرقات، طرقات بيجي من الحي العصري إلى العسكري إلى الرسالة، كارثة إنسانية والله العظيم، والله عيب والله. طيب، ويانا السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ العزيز. احنا من نقول مسؤولين، وهذا أذن البيوت تفلشت وتأذت ماكو من بسبب إرهاب داعش. نعم. هو مو داعش الفلشين أستاذي، لأن كنت تصوير عندك طلع الدور منطقة عمليات سامرة. نعم. وطبت ويا هاي أبوس مجلس محافظة، نسيت شو اسمها، كان الدور كل شيء مبيها، زين وراها صار بيها التفجير، زين من الفجر مو أنت حررت من داعش. نعم. الفجر منه؟ يعني نعم. الفجر بس خلينا نتفق على نقطة أبو عبد الله، حتى يعني هاي التفاصيل كثيرة تتعلق بالعمليات العسكرية طويلة حقيقة، لكن خلينا نوصل إلى نقطة مختصرة حتى ندخل إلى التعليق الآخر من حضرتك، أنه الدمار اللي حصل في كافة المحافظات اللي تواجد بها داعش هو دمار مشترك من قبل داعش ومن قبل الجهات اللي المفروض كانت تسمى المحررة من داعش، اللي أدت بسبب فوضويتها وبسبب غياب التخطيط وبسبب الرغبة بتدمير المحافظات إلى وصولها إلى هذه المراحل. يعني الطرفين يتحملون مسؤولية، داعش راح المفروض، بقت هذه الأطراف الحكومية، ليش مدى تعمر؟ ما حدا أقل من يعطف أستاذ، هاي هي المتنفذة، يعني من محافظ بغير محافظ أي واحد يقول لك أنا مسؤول، يقول لا أنت متوهم، أنت عامل خدمة، يقول أنت عامل خدمة، يمدول السياسيين الكبار ما كنت تقودهم إيران وتقودهم غير إيران. نعم. ما فيش حكي، يعني هذول جوي ناس تابعة لإيران، جت تدمر هاي المناطق وطببوا داعش، وداعش داعش تابع لهاي الدولة نفسها. نعم. ما يقول لك داعش جاء كذب المالكي سلم هاي المناطق، ماكو سلمها داعش في سبيل يأذي أهلها ويأذي ناسها. نعم. وناس راحت للسجون، وناس راحت ما حد يندلها. طيب شنو ذنب العالم؟ سؤال أبو عبد الله، هل يجوز أو هل من الصحيح أنه يتم إلقاء اللوم فقط على الجهات الحاكمة في بغداد، ونقصد هنا الأطراف اللي تحسب نفسها على المكون الشيعي، في حين أنه ما يعرف بالسياسي السنة، وأنا طبعا نعتذر عن هذه الأوصاف يا أوصاف هذه الجهات الحاكمة، لكن خلينا نقول بأن هذه الأحزاب اللي تحسب نفسها على مكونات معينة، وينهم عن أبناء محافظاتهم؟ المحافظات العراقية اللي دمرت جراء العمليات العسكرية، ذول السياسيين وينهم؟ وينهم من حمايتها من الميليشيات؟ وينهم من تخصيص الأموال اللي تخصص للمحافظات من أجل إعادة إعمارها؟ وينهم من إعادة النظام والأمان إلى هذه المحافظات؟ وينهم؟ مو سياسيين أستاذ العزيز، هذول سيئين، هذول سيئين سيئين، هذول تابعين هم للميليشيات، الميليشيات تقولهم. نعم. هذول من نقول عليهم سياسيين، لا غلط، حي شاك من الغلط، هذول ناس دايحه، ناس عيط على علي الشافي ويشتافق ويشتاف الاخر ويقول لك انا سياسي. نعم. وهذا ما يمثل الفئه كلها. سيد ابو عبد الله يمثل نفسه بس. نعم، انا اشكر حضرتك، وصلت الفكره. اذا لا يمثل هؤلاء أبناء المحافظات التي يقولون أنهم يمثلونها، هم يمثلون أنفسهم. أبناء هذه المحافظات لم يجدوا من هؤلاء السياسيين السنة، خلينا نحطها بين قوسين، وحتى بقية الطوائف والمكونات، كل السياسيين الذين دخلوا إلى حكومات ما بعد الاحتلال لم يقدموا شيئا لأبناء محافظاتهم. هم يدعون تمثيل هذه المحافظات، لكن الواقع يقول أنهم بعيدون كل البعد عن معاناة أبناء محافظاتهم، ولا يكترثون حقيقة للواقع الذي يعيشه المواطن العراقي بسبب الظروف التي هم أوصلوا المواطن إليها. عندنا رسالة من أحد المشاركين، السيد من الأنبار، يقول أخوكم من الأنبار
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي محمد، إن ما يحصل في ديالة هو من نسيج الحرس الثوري وعملائه التبعية أمثال هادي العامري والخزعلي، يريدون تهجير ديالة وتغيير نسيجها المجتمعي وجعلها تابعة لفئة واحدة، وإن كل الجرائم التي تحدث في ديالة وراءها الميليشيات والحرس الثوري وعلى رأسهم هادي العامري المجرم وحزب الدعوة. يريدون أن تكون ديالة ممرا للتهريب والمخدرات ونقل الأسلحة للميليشيات، وكل هذا بعلم الحكومة التي لا تستطيع ردعهم. وصباح الزيني مثال على عجز هذه الحكومة، والقانون يطبق على الأبرياء والمظلومين، لكن إن شاء الله ليل الظالمين لا يطول. تحياتي لك أخي محمد، أخوكم من الأنبار. شكرا جزيلا للأخ من الأنبار. وكما قلنا مشاهدينا، الرقم المخصص للواتساب لمن لا يستطيع الاتصال أو لا يريد الاتصال بإمكانه أن يرسل لنا ما يريد أن يعبر به عن رأيه من خلال رسالة عن طريق الرقم المخصص للواتساب. الآن مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير، ومن بعده نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم، فابقوا معنا. بوتقة الحضارة، ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نكمل ما لدينا من فقرات في هذه الحلقة. طبعا قبل أن نكمل، بإمكان حضراتكم أن تشاركوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم. الأمطار لا تفاقم أحوال المدن المنكوبة التي تنعدم فيها الخدمات فحسب، بل تفاقم أيضا أحوال العراقيين بشكل عام بمختلف شرائحهم، وفي مقدمتهم طلبة المدارس. في عام 2023 وفي بلد الميزانيات الانفجارية، ينظم طلبة العراق وتحديدا طلبة مدرسة العراق في قضاء المجر الكبير في محافظة ميسان مظاهرة للمطالبة بتعبيد الطرق المؤدية لمدرستهم بعد أن أنهكهم التعب خلال ذهابهم وعودتهم بسبب تحول الشوارع لبرك من الطين بفعل الأمطار الأخيرة. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام هذه اللقطات. ننتقل إلى موضوع أو إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع، من محافظة ميسان إلى قضاء شط العرب، حيث بينت صور من هناك حال طلبة المدارس وهم يخوضون البركة الطينية خلال توجههم لمدارسهم في مشهد مأساوي من مشاهد عراق ما بعد الاحتلال الذي نعيش هذه الأيام ذكراه 20. دعونا نشاهد. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا، ننتقل إلى مقطع آخر
الحال في محافظة ذي قار لا يقل سوداوية عن الحال في محافظة ميسان أو محافظة البصرة، إذ أظهرت صور من قضاء الشطرة أحوال طلبة المدارس وتحديدا طلبة مدرسة الابتسام الكرفانية خلال توجههم إلى مدرستهم عن طريق الخوض في طرق طينية وحلة، في مشهد آخر من مشاهد الإهمال والفشل الحكوميين. لنشاهد. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذه اللقطات المؤلمة حقيقة. نبقى في محافظة ذي قار ومن قضاء الشطرة إلى قضاء الدواية، حيث أظهرت صور ملتقطة من شارع مدرسة النبأ العظيم حال الشارع والذي لا يتجاوز طوله نحو 100 متر فقط بعد أن غمرته مياه الأمطار والأوحال في ظل عجز حكومي عن تعبيد هذا الشارع لضمان سير الطلبة عليه دون أي حوادث. لنشاهد. شارع مدرسة النبأ العظيم قضاء الدواية، مدرسة النبأ العظيم قضاء الدواية محافظة ذي قار، شارع 200 متر ما يبلطون الطلاب. هسه شنو ذنب هاي؟ شوف الطفلة هسه شنو ذنبها. قضاء الدواية حي الصادق مدرسة النبأ العظيم، هذا الشارع الرئيسي وهذا الشارع ما بيه 150 متر مجارية مربوطة وجاهز، بس مجرد سبويزات وتبليط. طيب نتابع بعض التعليقات مشاهدينا بشأن هذا الموضوع. أحمد يقول: كل هذا بسبب القبول بحكم أحزاب الفشل والفساد وتنصيب الفاشلين والفاسدين والغلمان. عبد الكريم يقول: إخواني، مديرية الطرق والجسور والبلدية، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ضعوا أولادكم في مكانهم وانظروا إليهم. زاغروس يقول: كل هذا التعب والضيم يكبر ويتخرج ويقعد بالبيت، ما حد يعينه بدولة متروسة فلوس. ومشتاق يقول: والله مشكلة، يعني معقولة الجهات المسؤولة ما جاي تشوف؟ هذا السؤال مهم وربما يجاوبنا عليه السيد صباح من بغداد. صباح حياك الله. أستاذ محمد أهلا وسهلا، معقولة هاي الجهات ما تشوف يا صباح؟ بالعكس، هي اللي تشوف كل الرقابة عندهم وعندهم مفتشية ونزاهة وتوصل لهم كل الأخبار، لكن هم متعمدين كالوزير التربية أو المسؤولين على هذا الملف التربية والتعليم ورئيس الوزراء والرئاسات الثلاثة والنواب اللي مسؤولين على هاي المناطق اللي ما بها مدارس يعني تليق بالمجتمع العراقي. وحتى يعني الطرقات، يعني هو الموضوع مو بس مدارس، عفوا الموضوع هو بعد هطول كل زخة مطر نجد الشوارع تحولت إلى برك طينية وبحيرات، والشوارع انغلقت والطلبة يعانون في الذهاب والعودة من مدارسهم. يعني وطبعا مو بس الطلبة، هو المواطن العراقي بشكل عام. وهنا السؤال: إنه الأموال المخصصة للبنية التحتية للمحافظات للخدمات وينها؟ أستاذ محمد، احنا من سمعنا الأرقام البارحة الخيالية اللي هي أكثر من 170 مليار دولار الميزانية المفروض بيهم. هسه البنية التحتية بالعراق كاملة وشامل العراق كامل تعاد كل البنية التحتية، يعني هاي المجاري، الأمطار اللي في فصل الشتاء نعاني من عدها، طوفان وغرقان غرق المناطق النائية. يعني هذا دليل على أن لا أكو رقابة ولا أكو وزير مختص قاعد على كرسي يحكم بعدالة
ويشتغل بإخلاص لهذه المناطق. لا المحافظ بغداد ولا الرئاسات الثلاثة يهم هذا الموضوع، لا سواء المدارس سواء الخدمات والفيضانات اللي نعاني منها، وبالصيف احنا نشوف هاي المي يصير بيشح البحيرات وغيرها. ما جاي يستغلون هاي الامور في المجال الصحيح، لا هم السدود ماليها ولا الاهوار ماليها، ويعانون بالشتاء من الطوفان والامطار وبالصيف من نقص المياه. شلون هاي ما تنحل؟ شلون هاي الازمه؟ وين تروح هاي المياه؟ ما جاي خدمات حقيقيه ومشاريع. واحنا في فتره من فترات الازمات اللي يعاني منها العراق ازمه جفاف، وهو بأمس الحاجة إلى كل قطرة ماء تهطل على العراق، على أرض العراق، للاستفادة منها في إعادة تغذية هذه الأنهار، والاستفادة منها في قضية التصحر والقضاء على هذه المشكلة وتغذية الأراضي الزراعية وتنشيط الزراعة. يعني هذه الأمطار هي رزق من رب العالمين، لماذا يتحول إلى نقمة في العراق؟ احنا وزاره الزراعه والري وغيرها وهاي المسؤولين على هاي الامطار وغيرها والسدود، ما عندهم عقل ان هاي المياه اللي جاي تذهب الى شط العرب وما حد يستفاد منها، لا غير مجرى المياه نهر دجله والفرات في نهايتهن، ان يوجهون الى بحيرات اصطناعيه مثل الترتار والرزازه والحبانيه في سبيل يصير عندنا خزين استراتيجي من المياه بالصيف نستفاد منه. كالفلاح يستفاد منه، وايضا الدوله تستفاد منه بالانهار الفرعيه اللي اسستها النظام السابق، لكن هم جايين يدمرون العراق، ما جايين يعملون باخلاص لبناء عراق حقيقي ابدا. كل المجالات فاشلين ومتعمدين، عقليه الانتقام راسخه في قلوبهم وعقولهم، يريد ينتقمون من الشعب العراقي بكل اطيافه. والدليل يعني هذا الموضوع كلام حضرتك يذكرنا بالانتقاد اللي انتقد مواطن عراقي على الهواء مباشرة لأحد أعضاء مجلس محافظة بغداد اسمه حكيم عبد الزهرة، اللي قال له أنتوا السياسيين ما عندكم ضمير، قال له لا تتجاوز ولا أسوي بك كذا وألعن بك كذا وأنزع اللي برجلي وأسوي بك كذا. هذا رد مسؤول انتقد مواطن أنه أنتوا ليش ما تشتغلون، فكان هذا الرد جاء من مسؤول المفروض يتحمل الانتقاد والمفروض يتفهم معاناة المواطن، لا رجع عليه بالسب والشتام وأنا ما أشتغل عند الخلفوك. لا أدعي من يشتغل. نعم هو السياسيين هاي عقليتهم، وشفنا احنا حتى ثورة تشرين اللي خرجت تطلب بطن وخدمات ووظائف والتعيين وتحقيق العدالة ومحاسبة الفاسدين. شفنا احنا سرايا السلام والميليشيات شلون قتلوهم. يعني اي مواطن عراقي يطالب بحقوقه او يطالب بعيشة كريمة يتم تصفيته بالحال على ايد منظمة بدر وحزب الدعوة وهاي الاحزاب الحاكمة. سيد صباح انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. ننتقل الان مشاهدينا الى ما لدينا من فقرات، نصل الى فقرة انفوجرافيك. مع استمرار مسلسل الفساد في مطار بغداد الدولي الذي يعاني من الإهمال والتخريب المتعمد بسبب الصراع بين الأحزاب السياسية، ضجت منصات التواصل الاجتماعي في العراق بتعليقات ساخرة وانتقادات لاذعة لحكومة السودان وإدارة مطار بغداد الدولي بعد تداول مقطع مصور يبين غرق إحدى صالات المطار بمياه الأمطار، وهذه الحادثة ليست الأولى التي تبين عجز الحكومة عن السيطرة على الفساد. دعونا نشاهد هذا المقطع أو هذا الفيديو الانفوجرافيك الذي جهزه قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية لحضراتكم، لنشاهد. تعاقدوا مع شركة عراقية، مع شركة ديف الفرنسية، بنصب منظومة الإنذار المبكر وإطفاء الحريق في المطار بغداد، وهذا العقد قيمته 19 مليون دولار ونصبت من يعني صار لها 10 سنوات، لكن لحد هاي اللحظة ما تشتغل. We'll be right back.
المرضى اللي بالقاع ها زين ودرج ما عندي حاولت اجيب درج ماكو ورافعت المرضى هنا وعافوني وراحوا واخابر عليهم اي هسه جايك اي هسه جايك هاي هسه جايك ما ادري شو نتابع الآن مشاهدينا فقرة الهاشتاج. جدد أخي الرجوع كليات العلوم حراكهم على منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بإدراج فقرة توظيفهم في موازنة العام الحالي التي صوت عليها مجلس رئاسة الوزراء قبل عرضها على البرلمان، وغرد الخريجون مع وسم تعيين علوميين يشياع سوداني. هنا نأتي إلى بعض التغريدات. سهير تقول: ناس اجتهدت وتستحق أن تبني مستقبلها بوظيفة بسيطة تحفظ كرامتها لا أكثر. راند تقول: أنا طالب علوم، أنا أطالب بحقوقي، عينوا العلوميين أو أغلقوا كلياتهم. أحمد يقول: أبو الأهلية يتعين هو معدل 50 وأنا معدل 84 وحكومي صباحي وما ألقى تعيين، ليش؟ لأن خريج علوم كيمياء أقوى اختصاص أني وأقوى كلية علمية وأكاديمية. يا أخي هسه مريد بس طبقوا قانون تدرج المهن الصحية، خلوا الناس تعيش. وتغريدة لدينا من دعاء تقول: نطالب بدرجات كافية لتعيين جميع العلوميين أسوة ببقية الفئات في موازنة 2023. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.